بنت لو ربنا كرمها مثلا وكبرت وتقدم لها عريس، في حته ان هو يعرف مهنه ابوها يخاف مثلا يتقدم لها. احنا بنعمل ده لحق الميت، وحقه ده بيبقى في رقبتنا احنا. يعني ممكن انت بتخاطب ميت الابره تشكك، خلاص خلصت. في اي اماكن تعمل حكومه الواحد بيخاف يطلع بطاقته، فن تشريح عزرائيل وقف قدامه. اشتغلت حاله وما كنتش اعرف انه عنده الايدز. قبل اكثر من 6 سنوات قدم هشام محمود اوراق التحاقه للعمل كفني تشريح بمشرحه زينهم بالسيده زينب. اجواء المشرحه التي كانت تثير الرهبه داخل كل من يلمح جدرانها من الخارج كانت على النقيض مصدر اعجاب لذلك الشاب الثلاثيني. مرت الايام الاولى ثقيله على هشام داخل المشرحه بسبب رائحه جثث الموتى ومشهد الدماء المتناثره على طاولات التشريح. قعدت فتره كبيره وما كلش، كنت اتخيل الجثمان قدامي، اتخيل منظر الدم قدامي. كان أكثر ما يؤرق هشام في عمله الوصم المجتمعي ونظرة المجتمع للعاملين في مهنة التشريح والتعامل معهم باعتبارهم جزارين بلا قلب. منظر الدم أكيد خدنا عليه، أنت بتصحى من النوم على دم، بتنام في دم، حياتك كلها دم بدم. مأساة أكبر عاشها يوسف محمد الذي اختار لنفسه أن يكون له اسم مستعار دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خشية أن يعرف المحيطين به طبيعة وظيفته فيتجنبوه. 99% من الناس اللي أعرفهم ما يعرفوش إيه نوع وظيفتي، لكن في بعض الناس عرفت بدأ إن يبقى في ناس بتتجنبك، يخاف يسلم عليك. الواحد بيضايق من نفسه، يعني طب أنا بشتغل إيه؟ أنا بشتغل مهنة حرام مثلاً. عاش يوسف لسنوات تحت وطأة نظرات قاسية بسبب طبيعة عمله كفني تشريح، إلا أن الصدمة الأكبر التي عاشها يوسف حينما اكتشفت ابنته التي لم تكمل من العمر 13 عاماً طبيعة وظيفته. يعني بنتي 13 سنة دلوقتي ما عرفتش إيه نوع وظيفتي أنا من سنة تقريباً. اسم بعض الأوقات نزل في الجرايد فني تشريح. طب إيه معنى فني تشريح دي يا بابا؟ بدأت إن أنا واحدة واحدة فهم. طبعاً اتصدمت، يعني أول كلمة قالتها لي قالت لي ليه يا بابا الشغلانة دي؟ كان الشيء الذي يشغل بال يوسف مع المضايقات التي يعيش فيها بسبب مهنته حينما يأتي شخص ليطلب ابنته حينما تكبر للزواج. بنتي لو ربنا كرمها مثلاً وكبرت وتقدم لها عريس، دي من العواقب اللي عايشها مع الواحد في حتة إن هو يعرف مهنة أبوها يخاف مثلا يتقدم لها. لم يختلف الحال كثيرا مع يسري أحمد الأمير الذي قضى أكثر من 12 عاما يعمل كمغسل للموتى داخل مشرحة زينهم، إلا أن النزعة الدينية التي اكتسبها من والده جعلته لا يبالي من أقاويل ونظرات الناس السيئة لمهنته. بتعامل عادي كأن إنسان عادي، نعم في ناس بتجنبني عادي، حريتها حرية نفسهم، هم بحس إنهم خايفين مني. على عكس النظرة التي تطارد العاملين بتلك المهنة، لم يتمالك يسري نفسه أثناء حديثه عن إجراء الغسل لأحد الأطفال. لما بشوف طفل مرة ممكن بكيت، بصراحة بعدت عنه من أول ما شفته كده، سبته بعدت عنه خالص. النزعة الدينية لدى يسري جعلته لا يعبأ من كلام من حوله عن حياة المشرحة وما يدور بداخلها. لو هتخاف يبقى تخاف من جميع الجثث، مشتغلش أحسن. الحديث السابق لم تنكره الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي ورئيس الرابطة العربية للطب الشرعي التابعة لاتحاد الأطباء العرب، إلا أنها اعتبرت في نفس الوقت أن استقبال العامة للطبيب الشرعي أنه يتعامل مع الأموات ويقوم بالتشريح باعتباره جزار غير دقيقة. ما شايفين الطبيب الشرعي ده بيشرح بس، لكن هي في حقيقة الأمر تعامل مع حالات الأحياء أكتر بكتير جدا من حالات الأموات. يعني إحنا تقريبا عندنا 85% تعامل مع الأحياء اللي هي حالات الإطالات، حالات الاعتداءات الجنسية. ليس الوصم المجتمعي فقط أكثر ما يهدد العاملين بمهنة التشريح، ولكن هناك خطرا أكبر قد يواجههم بسبب تعاملهم مع جثث قد يكون بعضها مصابا بأمراض خطيرة، فيصبح الطبيب الشرعي وفني التشريح والعاملين في ذلك الحقل تحت تهديد انتقال العدوى له. لم يكن يتخيل كمال مصطفى حينما عاد من الإمارات ليلتحق بوظيفة فني تشريح أن تتبدل حياته سريعاً ويصبح حالياً طريح الفراش. حسيت بتعب،
بس ان انا مش انا، يعني ان انا النفس متغير وفي حاجات بتحصل لي. الاطباء الشرعيين نفسهم هم اللي قالوا لي اللي روح اكشف. رحت كشفت، طبعا لقيت عندي حركتك، عندي حاجات في الصدر، عملت الاشعه المقطعيه طلعت فيها ان انا عندي ضرر. رغم تثاقل الامراض عليه إلا أنه كان يرفض مقترحات البعض بعد تدهور صحته بأن يقوم بإجراء عمل مخفف. في أطباء في التأمين لما شافوا الأشعة المقطعية بتاعتي بايظة كده، في اللي قال لي أعمل لك عمل مخفف. أنا صراحة خفت أعمل عمل مخفف، ممكن قلت ممكن يقطعوا عيش. 180 يوما من العذاب عاشها كمال. كنت باخد حضرتك 23 حباية على ريق النوم الصبح من غير فطار، واقعد ساعتين وبعد كده افطر. يعني هو اقعد ساعتين لمده قد ايه بقى؟ لمده 6 شهور. الا ان الدكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح يختلف مع الطرح السابق. ما فيش فرصه لنقل العدوى، ولو في الاحتياطات اللي بتتعمل بتخلي الطبيب الشرعي ما عندوش ان هو يحصل له حاجه، لان هو بياخد عينه من جثه او يحلل دي ان هي حاجه، لان هو محرج جدا. محمد إسماعيل يعمل فني تشريح، اكتشف عن طريق الصدفة أنه كان يتعامل مع متوفى مصاب بمرض الإيدز. أصعب حاجة لما تفوجأ أنك أنت اشتغلت حالة وتيجي بعد كده تعرف أني عندها إيدز، مشكلة كبيرة جدا. لأن إحنا لما بنشتغل في الحالة مش بنشتغل حارسين، لا ده إحنا بنشتغل وإحنا سايبينها على الله. لم يتمالك نفسه من هول الصدمة وعاش لحظات قاسية. عشت ما بين ان انا عايز اطمن ومش عايز اطمن، خايف، عايز اعرف طب هل انا عندي، طب هل انا المرض ممكن يكون جالي. لم يجد اسماعيل سبيلا امامه لانهاء حالة القلق التي لازمته سوى الذهاب لاجراء التحليل الشامل. وكانت المعضلة الرئيسية امامه ان تكلفة التحليل تصل الى 1000 جنيه. من ساعة ما تعينت في المكان ده ما فيش حد سأل خالص عن التحليل، ولا حد سألني هتحلل، ولا حد قال لي انتوا خلاص هتحللوا. أبسط حاجة التحليل. إبراهيم مصطفى الذي اختار أيضا لنفسه اسم مستعار ويعمل موظفا بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية، تعرض لأزمة ربوية بحكم طبيعة عمله، استلام أحراز المواد المخدرة وما ينتج عنها من رائحة نفاذة طوال الوقت في ظل عمله في مكان لا تتوافر فيه مقومات التهوية المناسبة، وتم عرضه على لجنة الأمراض المهنية التي أظهرت النتيجة أن الحالة مرضية وليست مرضاً مهني. ويقول أحد الموظفين العاملين بالمصلحة تحدث مع معد التحقيق شريطة عدم الإفصاح عن هويته، قال قانون مخل، قانون لو عارف إن عنده المرض ده ومش هيقدر يشتغل بيحوله وظيفة أدنى. من جانبه يقول الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق الذي تولى رئاسة المصلحة خلال الفترة من 2005 إلى 2007، الجثث نفسها ممكن يكون فيها حالات مرضية معدية. لك أن تتخيل أن بدل العدوى بالنسبة للطبيب الشرعي 30 جنيه لا يعادل قيمة الخطر اللي هو يتعرض له. وهو ما دفع نقابة الأطباء في 16 مارس 2020 للمطالبة برفع قيمة بدل العدوى. ورغم كل تلك المآسي التي يعاني منها العاملين في مجال التشريح، إلا أن ارتباط الشيخ سعيد أقدم مغسلي مشرحة زينهم وزوجته سعدية بالمشرحة كان كبيراً، ولما لا وهي التي كانت شاهدة على قصة الحب التي جمعت بينهما حتى كللت بالزواج. لا يكترث الشيخ سعيد الذي قضى قرابة 24 عاماً داخل مشرحة زينهم بما قد يتعرض له، ويرى أن مهنته بها أكبر ثواب لله. يشتغل في حالات أصعب الحالات وربنا بيستره معك، أنت بتكرم ميت لله وتستره لله، فلازم ربنا هيكرمك برضه ويقف معك. في الوقت الذي تقول فيه سعدية زوجته الذي تركت عملها بعد 15 عاماً، لو كانت عيني ما كانتش عيني راحت كنت قعدت فضلت في المصحة لغاية دلوقتي. وحتى اللحظة الراهنة ما زال يوسف وهشام يعانيان من الوصم المجتمعي، في حين يرقد كمال على فراش المرض لا يعرف مصيره، بينما ينتظر إبراهيم قرار نقله لوظيفة إدارية أخرى بعد تدهور صحته.
ويخشى إسماعيل حتى الآن من استكمال باقي إجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان من عدم إصابته بأي عدوى.